بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله حبيبتي مرحبا بكم فيديو جديد معايا نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا لا فيديو اليوم ان شاء الله وشكرا شكرا كاع التعليقات اللي خليتوهم لي الفيديو اللي فاتت وشكرا للاخت سوسو اللي كانت قالت لي انه الوصفه جربتها ونجحت معها وفرحت بها البنيات اليتيمات الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك والله يتقبل الدعاء ان شاء الله اليوم جبتكم بوصفه جديده ان شاء الله تنال اعجابكم كذلك للدخول المدرسي وجدوها لوليداتكم تسهل عليكم بزاف بزاف صدقوني وغادي تنفعكم ان شاء الله المهم اخواتي نستحقوا فيها هاد الوصفه اللي هي شوكولا باودر يعني غبره الشوكولا اللي يتناولوها الصباح الاطفال فقط يضيفوا الماء فقط وغادي تنشعوا فيها وغادي تعجبكم بزاف لهاد الوصفه غادي نحتاجوا لها هاد المكونات اللي هما كاس اي كاس عبرتوا به كملوا عبروا به انا عبرت بالكاس عادي الكبير كاع اللي عندي درت كاس تاع مع كاس تاع الكاكاو مع كاس غير ربع من حليب البودره الجيد يعني خاص ضروري اللحظه تاعكم تكون من النوع الجيد ماشي هذيك الميها. اذا كانت ماشي من النوع الجيد عمرو الكاس حتى للفوق تاع حليب البودره نحتاج زوج مغارف تاع المايزينا وربع ملعقه يعني على راس الملعقه من الملح تقريبا هذو هما المكونات كلهم اللي نحتاجهم وغادي نعاود ان شاء الله لانه انا غادي ندوبلي المقادير وغادي تعاودوا تشوفوا معايا المكونات بالنسبه للاخوات اللي ما اذا مره اخرى غادي نحتاج الى كاس من سكر المسحوق ولا سكر جلاس غادي نحتاج معاه الى كاس من الكاكاو البني ماشي الاسود الكاكاو البني وغادي نحتاج الى كاس غير ربع من حليب البودره او اللحظه اذا كانت من النوع الجيد اذا كانت من نوع نص نص كملوا الكاس ديروا كاس كامل من اللحظه زوج مغارف مايزينا وعلى راس الملعقه من الملح يعني هادو هما المكونات اللي نحتاجوهم وفقط في حليب البودره تاعنا وصدقوني اخواتي ساهل بزاف في متناول الاطفال تاعكم ما تبقاوش تشرو فيه من المحلات لانه المكونات اللي مخدوم بهم ساهلين وسهلين بزاف اللي ما توفرش عندهم سكر تقدروا تحطوا السكر العادي لكن من بعد فوتوا كاع المكونات تاعكم في الاشوار يعني في المطحنه وطحنوا كل شيء هكا باش شويه يذوب لكم هذاك السكر من بعد كي نكملوا كاع نجيبوا المكونات غادي نجيب الغربال ونغربل كاع المكونات مع بعضياتها زوج مرات ولا ثلاثه بهذه الطريقه غادي نتاكد ان خليط بودره الشوكولا غادي يمتزج كلها مع بعضياته بالنسبه اخواتي الغربال انا استخدمت هنا اللي صغار باش هكا يعني اي حاجه هكا تكتلات ولا عبسة خصوصا هذاك الملح يعني البسمهم تاع الملح ما يبقاوش عندي فنحاول نغربله مره واثنين وثلاث مرات باش نتاكد انها امتزج وتغربل عندي جيدا ديما كيما هكا اخواتي نخلط ونعاود نغربل بالنسبه للحليب البودره تقدوا تضيفوه تقدو ما تضيفوش لكن انا ننصحكم انكم تديروا حليب البودره لانه فيه كميه من الدسم لا باس بها غادي تعطيله تكستور شابه وغادي تعطيه ذوق شباب يعني للاخر تاعكم ما تحتاجوش تحطوا الحليب خصوصا انه في الفتره هذه يعني قليل وين رانا الحليب تاع الشكاير فديما ديما نبقاو حاصلين في الحليب بهذه الطريقه غادي يجيهم مبنين ما غاديش يستبنوا بنت اللحظه وبالموافقة فقط غادي تحصلوا على مشروب الشوكولاته الساخن لوليداتكم في الصباح المهم بالنسبه للاسئله اللي كانت جاتني الفيديو السابقه على البانكيك يعني الحمد لله يعني صدى ايجابي وان شاء الله غادي نكمل حتى عجبتكم غادي نزيد نكمل معاكم ونشارككم ان شاء الله خلطات اخرى جاتني على لا قالوا لي مفيده شاركي معنا الخلطه تاع لي كريب شاركي معنا الخلطه تاع الكيك مهم اخواتي ان شاء الله غادي نقعد ونوجدهم معاكم كلهم وهادو كلهم اخواتي يصلحوا لدار العوله يعني توجديهم في بلارات تلصقي عليهم ستيكرز تكتبي فوقهم يعني هذا خليط تاع كيك. هذا خليط تاع شوكولا هذا خليط تاع كريب وتحطيهم عن الاطفال صالحين معاك من ستة اشهر الى سنة في البلاكار في قارورات تكون محكمة الغلق والمكان يكون مظلم وبارد بغيتو تحطوهم في التلاجة كذلك تصلح انكم تحطوهم في التلاجة يبقاو صالحين معاكم ما شاء الله بالنسبة اخواتي كذا يسقسوني على حليب البودرة هذه يقدروا يستغناو عليه في البانكيك نقولكم اخواتي للاسف ما تقدوش لانه هذيك هي الحليب البودرة في هذيك الوصفة راه يعطينا مفعول تاع يعني احنا ما درناش البيض ما درناش الدسم يعني مدرنا درنا لا زبده لا زيت لا بيض لا حتى والو فالحليب البودره غادي يعطينا الهشاشه غادي يعطينا المفعول تاع البيض وكذلك غادي يعطينا الدسم لانه كما تعرفوا الحليب البودره راه كامل الدسم فديما اخواتي يعني نحطوه في هذه الوصفات باش يعطينا الفعاليه خصوصا في الوصفات اللي ما تحتاجش البيض ديما نحطوا فيها حليب البودره المهم اخواتي ثم اذا بغيتوا تنقصوا الكميه قد تنقصوا الكميه بعد طوب بالحليب هذا الاخوات اللي قالوا لي كاين اخوات اللي قالوا لي مفيده نقدروا نديروه صحي بالطبع تقدروا ديروه صحي انا درت 12 كاس تاع الفرينه ثم تقدروا ديروا 10 كيسان فقط من الدقيق الكامل ولا من دقيق الشعير وتعوضوا زوج كيسان الاخرين بالنشا يعني بالمايزينا غادي يجيكم هشيش ويعطيكم نفس الفعاليه ويجيكم منسفخ هنا اخواتي نتمنى اني جاوبت الاسئله اللي جاتني بزاف واسئله واحده اخرى خلوهم لي في التعليقات نحاول نجاوب عليهم هنا اخواتي بعد اللي غربلت الشوكولا باودر تاعي غادي تشوفوا انني جاتني كميه يعني ما شاء الله رفدت لي البلاره هذيك تاع اليت وزادت لي هذه البلاره الصغيره كيما كنت شوفوا حطيت تقريبا ملعقه صغيره ونصف من هذا المسحوق تاع الشوكولا وغادي نحط عليه الماء المغلي يعني الماء يكون طايب ونخلط عادي جدا وبهكا نكون تحصلت على مشروب الشوكولا بالحليب رائع جدا سهل بزاف بحكتيك بزاف بالنسبة ليكم ولا لوليداتكم ينقص عليكم التعب وصدقوني أخواتي فرحت بزاف بالأستاذات والعاملات اللي كانوا قالوا لي مفيدة مشي سهلتي على وليداتنا قد اللي سهلتيها علينا احنا يعني نخدمو كل شي بهذه الطريقة يجينا ساهل فنقول لكم بصحتكم والله يحفظكم والله يحفظ وليداتكم إن شاء الله المهم الأخوات هذا هو بغيتوه انتم تقيل بزاف ديروا زوج مغارف صغار بغيتوه خفيف ديروا مغرف مغرف ونص على حسبكم وديما اكد ونركز على الحليب البودره اللي تستخدموه يكون ذات نوعيه جيده اذا كان حليب شويه شويه مايه ما غاديش يعطيكم النتيجه مليحه المهم اخواتي انا هنا كما كنت شوفوا حضرت هاد كيسان صراحه ريحته شابه بزاف خصوصا الكاكاو لما يكون الكاكاو ذو جوده عاليه يعطيكم نتيجه جيده ورائعه المهم اخواتي تقدروا تحتفظوا بالبلاره تاعكم هذه في الثلاجه ولا في البلاكار والصباح حطوها لوليداتكم بصحتهم ان شاء الله وانتظروني فيديوهات قادمه ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف تاع الامور وكيما ديما نقول لكم اخواتي المراه الفحله هي اللي تدير العوله تاعها ودير صالحة في الدار وتنتج من المنزل نتمنى ان شاء الله أنا لا فيديو تاع اليوم عجبتكم ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم بارطاجوها لعائلتكم اللي عندهم وليدات صغار يفرحوهم تحياتي لكم والسلام عليكم